يعني أنا أحب إني يعني أصير بطلة عالمية، يعني يكتشفوا العالم إنه كيف بنت يعني بنت تايكوندو صغيرة تعلمت منها الدفاع عن النفس. حبوا التايكوندو وتفاجأت حبوها كثير، وصار عندهم طموح عالي انهم يصيروا ابطال عالم، انهم عرفوا وصاروا يتابعوا اللاعبين الدوليين في التايكوندو. كمان حافظ اغاني يعني اني شكرا. على اي اساس هي تحت اختياره يعني؟ على اي اساس؟ على اساس انها شاطره. راح يروحوا متفرجين كوريا يشوفون؟ اشوف مناطق امنه وكلياتها يعني خليني استكشف كل المدن يعني العالميه. حاب اني اشوفهم يعني اشوف مناطق اكثر سهوله واكثر يعني فيها يعني مثل سوريا كلياتها اعشاب وروز وسهول وكل وجبال. الأستاذ كان شو اسمه بيفرجنا الصور بكوريا عن البنات وشي بشوفهم هم واقفين يم شجر وشي، يعني كتير حبيت المنظر من أول صورة. يعني بالمستقبل ما بعرف شو راح يصير لي، يعني يمكن راح أصير مدربة تايكوندو، يمكن يعني معلمة إنجليزي، يمكن أنسيت علوم، يعني حسب أني حسب ما راح أصير يصير.